السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. هذا وريح يكون أقصر فيديو، أسهل وصفة. أكو ريحين تحتاجو تينا، اشريو بكمية كبيرة، ماشي هادي برك، راهي مبالي شوين شراوها 4000، يعني ثمن تاعها ما راهيش غالية بزاف. أكو ريحين تحتاجو عصارة يدوية لنعصرو فيها تينا، ونسحقو كذلك السكر. اذا تبداو تعصروا كامل الكميه تاع التينه اللي عندكم. بعد ما تعصروا كامل التينة تاعكم، نعطيكم ملاحظة مهمة، بلاكو تقيسوا التينة تاعكم بالماء، ما لازم تقيسها يا ولو كان قطرة ما، ما لازمش تقيسوها بها سينو تفسد لكم ابري. ياكو على بالكم كي نديروا الجو تاع التينة ونخليوه شتو كيفاش يدور الذوق تاعو، تصرا لها لا ميم شوز، يدور لوكو تاعها، ما لازمش تقيسوها بحتى قطرة تاع ماء. الحاجة اللي موراها، شوفوا تبعوني، كل زوج كيلات ديال تينا بور، يعني عصير البرتقال المركز اللي عصرناه، كل زوج كيلات تقابلها كيلة ديال السكر. زوج كيلات تينا بكيلة سكر. تروحوا ترفدوا كاش حاجة ديال إينوكس هكذا، باغزامبل اون مارميت هكذا، وتفرغوهم. قلت لكم كل زوج كيلات ديال تينا تقابلهم كيلة سكر هكذا. الو تحركوا العصير تاعكم هذاك المركز، تخلوه لمدة 24 ساعة. كل ما تتفكروه روحوا حركوه باش السكر هذا كامل يذوب. اذا فوالا، قلت لكم كل ما تفكروه روحوا حركوه باش السكر هذاك تاعكم اللي داخل يذوب لكم تري بيان فيه. اذا بعد ما تلاحظوا بلي السكر تاعكم داب كامل فيه، واش ديروا؟ دو بريفيرونس، من الاحسن انكم تستعملوا دي ساشيت كونجيلاسيون، ديروه يعني في دي ساشيت كونجيلاسيون باش تحطوها بري في كونجيلاتور. وعلاه ديروا في دي ساشيت كونجيلاسيون؟ باش نديروا الكميه اللي انا رايحين زعما نستعملوها كل يوم. باغ اكزومبل كل يوم حنستعملوا ان ساشي، كل يوم تعودوا تجبدوا ان ساشي من كونجيلاتور، كل واحد على حسب ما رايح يستعمل. اذا ديروا هدية تاع لو بول ميكسور باش تساعدكم، وديروا لداخل حوالي 4 غرار 4 روش ديال العصير.
الو فوالا، دوك هاوليك على واش تحصلنا حنايا، وكل واحد على حساب الكميه تاع البرتقال اللي عصرها. تقدروا ديروا نفس الطريقه بالنسبه لعصير الليمون، نفس الشيء، تعصروه وكيل زوج كيلات جو سيترون مع كيلات ديال السكر، وديروه في دي ساشي دو كونجيلاسيون هكذا. وهذه هي، ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو تاع اليوم، وان شاء الله يلحق علينا رمضان بالصحه والهنا. ومع السلامه وبتوفيق ان شاء الله. سلام.